أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. كان الأستاذ محمد صلاح كتب تعليق بيسأل فيه عن أول سنتين إزاي قضيتهم، اتعلمت اللغة إزاي، اتأقلمت على الوظيفة الجديدة إزاي. النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده، فخليكم معنا. أهلا بكم مرة تانية، برحب بكل المشتركين الجداد في القناة، أهلا بكم معنا. هي يعني لو قعدت أتكلم عن أول سنتين في حياة أي مهاجر الحقيقة مش هقدر أوفيهم حقهم من النقاش، لأن دي يعني هتبقى أصعب سنتين في حياتك تقريبا. لكن الحقيقة كل الناس بتعدي منهم وبيفضلوا بعد كده يفتكروا الأيام ديت ويضحكوا قد إيه هم عانوا أو قد إيه هم يعني حفروا في الصخر لغاية ما وقفوا على رجليهم. السنتين دول هم اللي يعني هيتوقف عليهم بقية عمرك وبقية حياتك في أمريكا إذا كنت هتبقى سعيد أم تعيس. الحقيقة يعني السنتين دول في الأول بتبقى عامل زي ما يكون إنسان اتولد جديد، ما يعرفش أي حاجة، لا أنت عارف القانون ولا أنت عارف العادات والتقاليد، مهما كنت قريت ومهما كنت سمعت وعرفت، مهما كنت اتفرجت على أفلام أمريكاني كتير أو قريت كتير وأنت مثقف وعالي الثقافة، لكن الحقيقة الحياة بتختلف تماما عن القراية أو عن الأفلام خالص خالص. الأفلام من هي إلا شهات أو بروباغاندا لإظهار أن أمريكا دي أحسن دولة في الدنيا، أغنى دولة في الدنيا، فيها أحسن رفاهية في الدنيا. يعني قليل من الأفلام اللي هو بيوضح الحقيقة، لكن هما بيجيبوا الجانب الأفضل أو الجانب الأحسن في أمريكا. ما بقولش إنه مش موجود، موجود طبعا، لكن المهاجر مش بيعيش الحياة اللي بيشوفها في الأفلام الحقيقة، وخصوصا في أول سنتين في حياته. وبعد كده واحدة واحدة بيبدأ يبني نفسه، بيبقى عنده كل حاجة، لكن في البداية بيبقى دايما صعب. عشان كده بيصطدم بين الواقع اللي هو بدأ يعيشه وبين الحلم اللي كان عايشه قبل ما يجي أمريكا. فناس كتير بتتعب ما بتقدرش تتأقلم، ودي هي دي المشكلة الكبرى الحقيقة اللي أنا عايز أتكلم فيها، هي موضوع التأقلم. إن أنت لازم تعرف إن دي فترة في حياتك هتعدي زي ما كل الناس اللي قبلك عدت، ولكن الناس اللي زي حالاتنا بقى اللي هم جم قبلك وبيتكلموا لا تستخف بكلامهم، لانه ما فيش حد. طبعا في تعليقات بتجيلي بتقول ان ما فيش اي حد عربي بيساعد اي حد عربي، احنا بنسمع الكلام ده من زمان، امريكا زمان احسن من دلوقتي ومش عارف ايه، والكلام ده كله بنسمعه من 20 30 40 سنه، ولان العربي ما بيحبش الخير لاخوه العربي، وده كلام مش مظبوط. لا يعني انا الا يعني انا هكذب او هقول كلام مش موجود او كلام مش حقيقي، يعني ما فيش حد هيكسب حاجه من ان هو يضللك يعني خالص. يعني كونك جيت مش هتضرني، كونك ما جيتش مش هتفيدني، يعني كلام مش منطقي خالص. في تعليقات سلبية بتيجي كده يعني عجيبة، لكن بنحاول يعني نوضح الصورة اللي احنا لما جينا شفناها ومحدش قال لنا عليها، يعني عشان الناس التانية تبقى جاية وعارفة. مش بقولك ما تجيش، بقولك لما تيجي تعمل ايه. فأول سنتين دولت هتبدأ تبني فيهم مستقبلك. انا قضيتهم ازاي الحقيقة؟ يعني كانوا صعبين عليا زي اي حد، لان برضو لما بتبقى شغال موظف في مصر او شغال بشهادتك في مصر وتيجي هنا تشتغل شغلانة يعني تحت الصفر بتتأذى نفسيا، ودي مش معلومة مني انا، مش انا الوحيد اللي كده، لكن قلت لكم قبل كده ان الدراسات في امريكا اثبتت ان كثير من المهاجرين وخصوصا الناس اللي بتيجي في اعمار الاربعينات والثلاثينات والخمسينات دائما بتاخد، هم بيشعروا انهم يستحقوا اعمالا ارقى من اللي هم بياخدوها، ودي حقيقة بنسبة كبيرة جدا، 70-80% مثلا كلهم بيبقوا غير راضيين على عملهم، لان هم بيعتقدوا داخلهم انهم يستحقوا عمل افضل. مش مصريين بس، كل المهاجرين لامريكا، دي احصائية هم عملوها. يعني حتة بقى ان انت تتعايش مع الموضوع، هي دي بتاعتك انت، انك لازم تعدي من عنق الزجاجة وما تفضلش يعني تهند بحظك وتندم ان انت سبت بلدك وجيت، لان خلاص انتهت القصة. يعني لا احد يضع يديه على المحراث وينظر للخلف، حطيت ايدك على المحراث زي الفلاح ما يبصش ورا، يفضل ماشي قدام. موضوع الوظيفة ازاي بتحصل عليها، طبعا تاني هأكد ان انت لازم تدرس،
انا بدات سلسله حلقات وبوريكم فيها على دراسات يعني قليله المده او بسيطه التكلفه، هتحميك كتير من اللي احنا شفناه يعني، وخصوصا لو انت مش قادر تعمل معادله، ظروفك مش سامحه، عندك اسره واولاد، محتاج تشتغل اكتر من انك تدرس، لان الموضوع مش سهل كده، محتاج تعول اسرتك ومحتاج تدرس ومحتاج يعني تشتغل، فانت الوقت عندك يكاد يكون مش موجود. ف انا يعني مش قادر اضع موضوع الدراسة في وضع يستحقه، مش قادر يعني، انا مش قادر اقول لكم اهمية الدراسة في امريكا. لو قعدت من هنا لغاية بكرة اتكلم عن اهمية الدراسة لن اوفيها حقها. ده طريقك الوحيد انك تعيش كويس وتعدل حالك كمان سنتين ولا حاجة، وتعيش مبسوط بقية حياتك. لو ما درستش خلاص بقى، لازم ترضى بالامر الواقع وتعيش لانك جيت هنا والموضوع خلص. بتقدم ازاي بقى على الشغلانه او بتشتغل ازاي؟ يعني ما اعرفش، انا نيويورك ونيوجيرسي بيبقى لهم وضع خاص كده، لان محلات كتير وعرب كتير وناس كتير والدنيا متلخبطه قوي، لا انت عارف القانون ولا انت عارف راسك من رجليك. فالناس ممكن يعني صاحب العمل يستغل، بيبقى عايز العمال يشتغلوا فيديهم اقل من الاجره اللي هو يعني القانون بينص عليها، والمهاجر عايز يشتغل محتاج فلوس محتاج يصرف فبيضطر يقبل. ده وضع كده يعني، مش هو اللي هنتكلم عليه، لو نتكلم عن الوضع الرسمي او الناس اللي جايه معاها ورق. بتقدم في كل الشغلانات اللي انت شايفها اونلاين قدامك. لو ليك اصحاب يبقى احسن، لان هم اصحابك هيساعدوك، لو ليك اصحاب في امريكا هيساعدوك كتير جدا جدا جدا، اللي هيشوف لك شغلانه هيكلم لك صاحب الشغل اللي شغال فيه او الشغلان اللي جنبه، يعرف لهم عارف طبعا لان بقاله فتره هنا، ده هيساعدك. لو مالكش يبقى انت ما قدامكش غير اونلاين، كل حاجه في امريكا هنا اونلاين، كل حاجه كل حاجه. فانت لازم تفضل تقدم على الاشغال دي ليل ونهار، هو وظيفتك الوحيده. في ناس بتيجي بتجري على الفسح والجري ورا يعني حاجات بقى والبهرجة والحياة الأمريكية والحياة الغربية، وينبهر ويسيب الدنيا وبعدين في الآخر يبدأ يندم ويضيع وقت طويل. يعني أنت من أول يوم تنزل في أمريكا تبدأ تأهل نفسك إنك لازم تشتغل بأسرع ما يمكن. ورقك هيجي لك، مجرد إن أنت هيجي لك السوشيال سيكيورتي هيجي لك على البيت، بتقدم عليه ويجي لك على البيت. اول ما بيجي لك بيبقى معاك الرقم ده اللي بتحطه في الابليكيشن، بتكلم على الناس اللي هتشتغل رسميا يعني. وبعد كده بيجي لك الجرين كارد، مجرد انك تمسك دول خلاص مفيش مشكلة، تفضل تقدم، تخش اونلاين هتلاقي شركات تجزئة كتير زي وول مارت، هتلاقي تارجت، هتلاقي زي ما قلت لكم سي في اس، هتلاقي يعني محلات كتير جدا واشغال كتير جدا بتقدم فيها. كل حد فاتح شغلانه مش محتاجه تدريب عالي بتقدم عليها. المحاسبين طبعا وخريجين دبلومات التجاره وكده يقدموا في البنوك، ده في خمس ست اسماء بنوك انت بتخش طبعا، يعني الشباب هيبقى عارف الكلام ده، بتاخد اللوكيشن بتاعك اللي انت ساكن فيه، هيجيب لك كل البنوك اللي حواليك فتقدم فيهم كلهم، هيجيب لك كل محلات التجزئة اللي حواليك تقدم فيهم كلهم، وتفصل انت ذكي يعني، انا بقول لك تفصل الخبرة بتاعتك على الشغلانة، هتلاقي الكاريرز وهتلاقي اوبننج وهتلاقي ناو هايرنج في السايت بتاعهم، فانت تشوف الوظيفة ايه والريكويرمنتس بتاعتها ايه وتكتب اللي هم طالبينه. بس يعني واحد كان مدير مالي في شركة مش عارف ايه طبعا يعني في مصر، فلما بيقدم في بنك يكتب انا كنت مدير مالي في شركة فلان الفلانية، وكنت قاعد من سنة 2005 لغاية 2025 بشتغل، يعني استحالة يعني، هم طالبين تيلر طالبين يعني موظف شباك وانت مقدم لهم مدير مالي عمره ما هيقبلك. فتكتب لهم خبرات قليلة يعني اللي هم طالبينه بس سنتين ولا حاجة في امساك الحسابات او التعامل في الاوراق النقدية، يعني حجم الفلوس اللي اشتغلت فيها مثلا يوميا 100,000 جنيه او 100,000 دولار كده عشان يقدر ياخدك. كتبت له وظائف يعني ضخمة او مسميات ضخمة مش هياخدك. برضو واحد مقدم لقى مثلا الكترونيكس فاتحة في مثلا بيست باي،
ما يكتبش ان هو يعني مهندس الكترونيكس في الحته يعني طبعا الكلام ده مش هينفع يعني. فلو طالبين سيلز مان في الالكترونيكس مثلا في اداره كذا لازم يفصل خبرته عليها، وبعد كده لما يخش ويحط رجله ويبدا يطلع يعني ممكن يروح مثلا لو هو انسان يعني مثقف وعارف هو يعني بيعمل ايه ممكن يتكلم الهوم اوفيس بعد كده ياخدوه يشتغل عندهم في المكتب. يعني الدنيا مفتوحة هنا مش زي دول اخرى، يعني الدنيا مفتوحة للكفاءات. يعني اتعلمت لغة ازاي؟ اتعلمت لغة قبل ما اجي امريكا الحقيقة، كنت شغال مع اجانب قبل ما اجي امريكا فانا متعلم انجليزي قبل ما اجي، ما كانش عندي مشكلة في اللغة، اتعلمت من صغري يعني من وانا سني صغير كنت بحب اقرا قصص امريكاني كتير واتفرج كتير واكتب واتكلم حتى لو اتكلم مع نفسي، بس انا يعني الظروف سمحت لي ان انا اتعامل مع اجانب في بداية حياتي لمدة 10 سنين، وبعد كده كنت يعني معظم المراسلات اللي كنت بعملها كلها بالانجلش، فانا ما كانش عندي مشكلة لما جيت. ودي نقطة مهمة يعني اللي يقدر يتعلم انجليزي قبل ما يجي دي اهم حاجة في حياتك. لو مش متعلم لغة ما فيش قدامك طريق غير انك هتبدأ بالاشغال الدنيا ديت من تحت خالص وتبدأ تتعلم هنا يعني عن طريق الخبرة او عن طريق الممارسة وكده، لكن ليه تتعب نفسك هنا قوي وانت تحت ستريس جامد قوي ومع ذلك تقدر تعملها في مصر بسهولة وانت يعني فاضي مفيش ستريس حواليك. اتأقلمت على الوظيفة ازاي؟ في البداية الموضوع صعب يعني لأن طبيعة عملنا في مصر أو طبيعة وظائفنا في مصر مختلفة، كل واحد له مكانة في الشغل وبيتعامل على أساسها. يعني خصوصا بقى الناس الكبار اللي هم وصلوا لمكانة معينة وتيجي هنا ما تلاقيش قدامك غير شغلانة كده معينة يعني. يعني حتى لو كانت يعني حتى أنا اشتغلت يعني في الإلكترونيكس سيلز مان كبداية يعني بعد تلطيش شوية يعني دي أشغال صغيرة كده صعبة جدا ومأساة كده مش عايز أتكلم عليها، لكن أول ما جالي شغل في الإلكترونيات كسيلزمان بتفرح أنت سيلزمان في الإلكترونيكس اللي أنت بتحبها فتروح وتبدأ تشتغل، لكن هتلاقي الموضوع مش زي مصر يعني ما تروح كارفور وتلاقي السيلزمان لابس القميص اللبني والكرافتة الكحلي وبيكلم الناس ولابق وخريج جامعة وكده. هنا الموضوع الحقيقة مختلف لأن أنت بتعمل كل حاجة، انت ممكن تنظف ممكن تمسح الارض ممكن ترص بضاعة على الارفف وتشيل وتحط وتعمل انفنتوري وتعمل وتغير ارفف وتعمل كل ما وتطبع ليبلز وتكلم عملاء وتشرح للعملاء يعني من الصفر من اول ما تمسح البلاط لغاية ما تشرح للعميل يعني ايه بنتيوم يعني ايه يعني ايه لابتوب اصلا يعني ايه مواصفات بروسيسور معين هو هيشتريه، فمن ده لده وبتعمل ده كله في خلال الشيفت بتاعك يعني. فالحقيقة يعني وممكن ياخدوك تعطى عربية يعني ما فيش حاجة هنا اسمها وظيفة وإن أنت بتلزق فيها أو بتقول لهم أنا كذا ما أشيلش ما فيش حاجة ما فيش الكلام ده، لو في عندهم عجز في أي حتة بياخدوك أي حتة. فكان أوقات كتير ممكن ياخدوني أعطى عربيات مع عمال التعتيق وكان يعني الموضوع صعب بس كان لازم الواحد يعدي الفترة وإلا كان يعني فقد سلامه النفسي وكره حياته وما قدرش يكمل. يعني أكيد في نور بيبقى موجود بعيد بس احنا مش شايفينه، يعني في البدايات دايما صعبة لكن دايما في نهاية النفق بيبقى في نور دايما. يعني لازم توطي وتعدي، لازم الدنيا تعدي وتفضل بعد كده بقى ذكريات تضحك عليها لما تقضي 10 15 سنة في أمريكا. فنصيحتي إنك توطي لغاية الموجة ما تعدي، نصيحتي إنك تتكلم إنجليزي قبل ما تيجي أمريكا، علم نفسك بنفسك، وأنا اتكلمت كتير في موضوع الإنجليش. لا تنسوا عمل شير لايك سبسكرايب كومنت. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.